لازم يجيب هدية لأنه أول مرة بسافر. ما معضيها شنطتها، أسبوعين بباريس، ثلاثة أيام باللاذقية، يومين ببيروت. هلا بدك تسمعني موشح طويل عريض لأنه غلطت وقلت هالكلمتين؟ لأني ما بحبها طريقة حكيك هي معي، أنا ما بحبها. لك العالم بيقولوا يعطيك العافية. يعطيك العافية على شو؟ لأنه أنا كنت مسافر سياحة ولا تسلاي، كنت عم بشتغل وعم بشتغل مع أخوك قيصر. شو هالشغل بالله؟ اسألي إلو. شبكون شبكون، ليش صوتكم طالعة؟ بنتك جنة. اسمعي، قال أنا جنة عم قله إنه لازم يتجوز، غلطت؟ لا والله ما غلطي، عليم الله عليم الله، ناطف قلبي على ما جوزه. يا أمي أنا ما بدي أتجوز، ما بدي أتجوز، الجواز وجربته وعندي ولدين، خلص ما إلي حظ. بعدين في حدا بتجوز بهالأيام غير المجنون؟ لك يا حبيبي يا أمي، فيها وبلاها، البيت مفتوح والطبخة عم تنطبخ، وألف بنت بتتمنى ضفرك وبتعيش معناهم. يا سيدي وأنا مو حالي عنك لحتى جوزك مشان تعرفها؟